بعنوان حل تحديات التعاونيات، انطلقت الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع. ناقشت الجلسة كيفية إعادة الفكر والنشاط التعاوني من خلال الجمعيات والاتحادات، مثلما تم تطوير قوانين العمل الأهلي للمجتمع المدني في مصر، حيث أن فكرة التعاون الأهلي كآلية تراجعت بالمجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة ويجب عودتها من جديد. بنود وآليات الحوار الوطني تتضمن إمكانية الدعوة لاجتماع خبراء لمناقشة موضوع معين أو اقتراح بنص تشريعي معين حتى تستطيع تجاوز التحديات. وتعتبر التعاونيات القطاع الثالث في النهوض والنمو وتحقيق التنمية، حيث أنه لديه القدرة على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل بجانب تخفيف معدلات الفقر وتوفير الأمن الغذائي. التحديات التي تواجهها التعاونيات متعددة ومتشعبة، أبرزها المشكلة التشريعية وقصور القوانين ذات الصلة بها، وكذلك التحدي المتمثل في المنافسة الشرسة مع القطاع الخاص دون حماية للتعاونيات من هذه المنافسة، وعدم إتاحة الفرصة لها لاستيراد موادها الخام ولا تصدير لمنتجاتها. ويمكن تلخيص المطالب التعاونية في المرحلة الراهنة في وضع قانون موحد أو تفعيل بعض نصوص القانون التي تمنحها بعض المزايا، واهتمام الإعلام بنشر ثقافة التعاونيات ودعوة التعاونيات للمشاركة في رسم سياسات الدولة الخاصة باستغلال المسطحات المائية وغيرها. إذن كما تابعتم معنا في هذا التقرير الموجز، الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد حلول حقيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع لمساندة الدولة بأجهزتها المختلفة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري مع اختلاف شرائحه ومختلف القضايا التي تواجهه. مع انطلاق جلسات الحوار الوطني تتجه الأنظار إلى هذا الحوار والمشاركين فيه من أجل صياغة رؤية وطنية شاملة أقرب ما تكون إلى خريطة الطريق لمستقبل مصر الذي نتمناه مزدهرا بإذن الله تعالى. من أبرز القضايا والملفات المطروحة للنقاش وتبادل الآراء على أجندة الحوار هو ملف المجتمع المدني الذي يشارك في تشكيل مجلس الأمناء، كما يشارك أعضاؤه في كل المناقشات باعتبار المجتمع المدني الحلقة الوسيطة بين الدولة والمواطن. أسئلة كثيرة نطرحها حول هذا الموضوع، تحديدا إشكالية المجتمع المدني في الحوار الوطني والدور المنوط به في مواجهة المشكلات التي تواجه مصر، فضلا عن بعض الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني بشكل شامل أو بشكل عام. أدعوكم بداية لترحيب بضيفي وضيفكم مهندس إيهاب مدحت، رئيس قطاع المعلومات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. أبدأ معك بتقييمك للحوار الوطني، كيف تنظر إليه؟ لأنه ربما مع استمرار فعالياته نحاول جاهدين توثيق آراء أكبر قدر ممكن كشهادة للتاريخ حول ما يجري. طبعا فكرة الحوار الوطني في حد ذاته كانت ضرورية في المرحلة دي، لأن كان في عندنا يعني هو الحوار بتضمن بتشتغل على ثلاث محاور أساسية: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. طبعا في سيولة سياسية في الوقت الحالي، الاقتصاد فيه أزمة اقتصادية أقر بيها المسؤولين، في عندنا في المجتمع المدني في حالة تخبط وفي حالة يعني مسألة مش واضحة في العلاقة، خاصة في العلاقة مع الحكومة. هنتكلم في الجانب يعني بصفة عامة، الحوار الوطني كان ضروري لاستخلاص رؤية عامة حول الوضع الاقتصادي والوضع السياسي ووضع المجتمع المدني والوضع الاجتماعي بصفة عامة، والخروج برؤية موحدة حول هذا الأمر تساعد الدولة في تنمية اقتصادية مستدامة، وتساعد أيضا في حالة يعني المناخ السياسي نفسه في حد ذاته يحصل له عملية ضبط لوحده، لانه المناخ السياسي من المناخات اللي مش ممكن تعملها ضبط ذاتي، لابد من تدخلات لعمليات الضبط لانه ملوش اب، يعني هو في دايما يعني متشرزم. اما بالنسبه للمجتمع المدني فهو مجموعه المؤسسات اللي بتعمل خارج الاطار الحكومي ولكن بتحكمها قوانين، وبالتالي محتاجين ان احنا نشوف طلباتهم ايه. اول ما بنقول طالما ان هو حوار وطني هتطرق للمساله بتاعه المجتمع المدني خصيصا، بنقول ماذا. انا هستاذنك قبل ان نمضي خطوه للامام في حقيقه المجتمع المدني وما يطلبه من الحوار الوطني، ربما من المفيد لانه جمهور من يتابعك الان ربما
يعني غير متخصصين في الأمور السياسية، فالمصطلح قد يبدو غريبا للبعض. ما المقصود بالمجتمع المدني بشكل مبسط للناس؟ تمام، هو يعني المقصود هو يعني مقصود بمؤسسات المجتمع المدني، يعني بتقال يعني ان هي جملة المؤسسات التي تعمل خارج الإطار الحكومي وتحكمها قوانين. كل ما هو غير حكومي زي الجمعيات الأهلية، الجمعيات التعاونية، مراكز الشباب، النقابات المهنية، النقابات العمالية التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر، لان احنا برضو هنعرق شوية على من ضمن التعديلات المطلوبة تعديل قوانين النقابات، لان عندنا نقابات عمالية ونقابات عمال مستقلة وقصة كده غير النقابات المهنية. عندنا اتحاد الصناعات، جمعيات رجال الاعمال. كل دي جملة مؤسسات بتحكمها قانون، يعني عندي قانون للتعاونيات، عندي قانون للنقابات المهنية، عندي قانون للجمعيات الاهلية، عندي قانون لمراكز الشباب، قانون لاتحاد النقابات العمالية، كل دي بتحكمها قوانين. في التنظيمات بتاعتها بتحكمها قوانين وهي اعداد كبيره، يعني الجمعيات التعاونيه تعدت ال 35,000 جمعيه، الجمعيات الاهليه اكتر من 57,000 جمعيه، مراكز الشباب داخله على 5,000 مركز تقريبا، فدي اعداد كبيره. فهي دي جمله منظمات المجتمع المدني، لكن المجتمع المدني بمفهوم الشامل هو كل من هو خارج الاطار الحكومي، كل ما هو خارج الحكومي، اي مؤسسه او اي تنظيم خارج الاطار الحكومي. المؤسسات بقى المجتمع المدني civil society organizations هي المؤسسات التي تحكمها قوانين صادرة من مجلس النواب، بتكون عادة قوانين مكملة للدستور، يعني الدستور في أحد مواده نص على حرية الأفراد في تكوين جمعيات أهلية مادة وتكون كذا وكذا وكذا، بيجي بقى قانون مكمل للدستور يقول ما هي الجمعيات وكيف تعمل، ثم اللائحة التنفيذية اللي بتوضح الآليات، وهكذا في كل مؤسسات المجتمع المدني. إذن هي جملة المؤسسات خارج الإطار الحكومي، يعني خارج ختم النسر، تمام، والتي تحكمها قوانين. عظيم، معلش أنا هستأذنك في بعض الأسئلة التمهيدية، لكن ممكن تكون مفيدة في طرح الأفكار لاحقا. حضرتك مشكورا، أوضحت أنه من أحد أهداف الحوار الوطني ضبط المشهد السياسي أو تفعيل المشهد السياسي، لأنه على حد توصيف حضرتك المشهد السياسي فيه من السيولة ما يكفي. تمام، أيهما يؤثر على الآخر، ملف المجتمعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أم المشهد السياسي؟ يعني من بحاجة أو من يؤثر في الآخر سلبا وإيجابا؟ أو بمعنى آخر، إذا كانت المؤسسات المجتمع المدني بالقوة من مكان، فبالتالي سيكون المشهد السياسي قوي، أم أنه لو كان المشهد السياسي قوي ومنضبط فستضمن منظمات غير حكومية قوية؟ تمام، السؤال واضح لحضرتك؟ مظبوط مظبوط، تمام، سؤال قوي، السؤال قوي كمان في حد ذاته، سؤال جد يعني. طبعا المشهد السياسي لو قوي هتنضبط مؤسسات المجتمع المدني. ليه؟ لان انا حضرتك انا عندي في احد مواد القانون 149 سنه 2019 وما سبقه من قوانين، الجمعيات ممنوعه من ممارسه العمل السياسي، ممنوعه، يمنع تماما على الجمعيات الاهليه ان تمارس العمل السياسي. فجت اللائحه التنفيذيه والقانون فسروا العمل السياسي وقالوا ان العمل السياسي، لان كلمه العمل السياسي قد تكون مطاطه، فقد تعمل الجمعيه عمل ما ويكون هذا العمل من شأن عمل عادي، تفتكر انه عمل عام ولكنه يكون يخص العمل السياسي، وبالتالي عرض الجمعيه للمساءله. فقال القانون نص وقال ان العمل السياسي هو العمل الذي تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسيه. العمل يبقى فسر هنا، يبقى خلاص رجعنا للاحزاب السياسيه. لو هنا وهنا التعريف انضبط؟ انضبط بان كل عمل تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسيه الجمعيات ممنوع منه. ما اصل انت حضرتك طبعا يعني مسجل على حضرتك انه السياسه بتدخل في كل شيء، بالزبط. مجرد ما الانسان بيفتح عينيه اول ما بيصحى لحد ما وضرب مثل حياته كلها سياسه، بالانتماء لحزب او الترويج لحزب او الترويج ده كده ده تنص عليها صراحه، او الترويج لمرشح في احد الانتخابات النيابيه، او عمل دعايه لمرشح، حتى لو في عضو مجلس نواب كان رئيس جمعيه يحظر عليه انه يستخدم الجمعيه في امور دعايته الانتخابيه، وبالتالي فصل تماما الامور السياسيه. لكن كان في تعبير بقى، تعبير عام في العلوم السياسيه بيقول ايه؟ المجتمع المدني ينشغل بالسياسه ولا يشتغل بها. يعني تشغله السياسه ينشغل، انما يشتغل ازاي مع السياسه؟ يدي دورات توعيه في الدستور، دي دورات تدريبيه، الجمعيات الاهليه منوطه بانها توعي الجمهور بالدستور،
بالقوانين، بقانون حماية المستهلك، بقوانين البيئة، بالقوانين العامة التي تخص المواطن. لكن ليه السياسة لابد أنها تنضبط حتى ينضبط المجتمع المدني؟ لأن السياسة هي اللي بتخلق للحكومة. المفروض أن أنا في دولة المفروض أن الحكومة تأتي مدفوعة بالأحزاب، حكومة مدفوعة بالأحزاب، وبالتالي لو الأحزاب قوية، لو أنا النهاردة انتهت حالة السيولة السياسية وتم إعطاء فرصة للأحزاب السياسية أنها تعمل، وجاءت حكومات تنطلق الأحزاب، إذن هتكون حريصة على أنها تصدر قوانين تحرر المجتمع المدني. وهنا بيطرح سؤال دايما بنطرحه من زمان، ماذا تريد الحكومة من المجتمع المدني وماذا يريد المجتمع المدني من الحكومة؟ تمام، وده السؤال ربما هاجل حضرتك فيه مباشرة، لكن كده ممكن أقول أصحح لي يعني أن القانون حظر على الجمعيات المجتمع المدني العمل بالسياسة، العمل بالسياسة فيما يتعلق، هو تقريبا حضرتك ذكرت بعض الأمور هي مرتبطة فقط بالدعاية، بالدعاية الانتخابية أو مرشح أو انتماء لحزب أو الدعاية لحزب أو الترويج لحزب، الدعاية أو الترويج لحزب بالضبط أو مرشحين، ودي حاجة تعتبر يعني حاجة بسيطة يعني هو ده الأساس يعني هو ده الأساس، لأن هو معنى ان انا اروج لحزب او اعمل خلاص، ما هي السياسه المفروض مختزله في الاحزاب، مارس السياسه المارس السياسيه من خلال الاحزاب. انا قصدي ما دون ذلك امور مهمه، فبالتالي منظمات المجتمع المدني هتشتبك معاها ويكون لها دور في مجال فصلنا العمل التوعيه السياسيه منها. يعني له ان يعمل توعيه سياسيه يعني يقول للمرشحين لازم تنزلوا الانتخابات، لكن ما يقولهمش انتخبوا مين. هنا في شعره هنا بقى، تمام. يعني اقول له انت لازم تنزل الانتخابات بكثافه ولازم تختار المرشح بتاعك، واقول له ازاي يختار المرشح وازاي يعني، لكن ما قالوش ينتخب مين او ينتخب انهي حزب او انهي قائمه. اصل مثلا يعني قضيه زي قضيه البطاله، تمام. او الاطفال المشردين، تمام، شئنا ما بين في تفصيله من تفاصيلها ومرحله من مراحلها هتكون السياسه حاضر في واحده من هذه المشكلات مثلا، فبالتالي عندما تقدم جمعيه معينه او مؤسسه معينه من منظمات المجتمع المدني وتبدا تشتغل في هذا الملف، تشتغل فيها منظور تنموي بشكل او بس في مرحله معينه هتيجي السياسه برضه هتصطدم بيها. يعني هو ممكن يحصل كروس كاتنج، ممكن يحصل تقاطعات، ولكن هي مش هتكون مؤثره، لان الجمعيات دايما ما بتروحش ناحيه السياسيين، لان السياسيين يعني همهم في المرحله دي ان هي المساله يعني اكسب بونت، يعني زيرو سميشن جيم، يعني انا مباراه صفريه. ومره ثانيه ارجوك صححني، اتفضل يعني. اتفضل، قعدتنا دي سياسه، تحرك حضرتك في عملك المجتمع المدني برضه سياسه، تمام، يعني كل الحياه سياسه، كل العمل سياسه، كل عمل احنا بنعمله مجرد ما نفتح عينينا الى ان نعود مره ثانيه الى النوم، السياسة حاضرة فيه، مش بدورها أمارسها، يختلف العمل عن النشاط، لكن هي حاضرة، تمام. فبالتالي لما حد يجي يشتبك مع قضية من القضايا شاء أم أبى هتكون هيصطدم بالسياسة، هيصطدم بالسياسة، ولكن ما يعملش من تحت مظلة السياسة، هي فكرة الدعاية، التسويق، الدعاية أو التسويق أو الترويج أو استخدام الموضوع لصالح شيء ما. يعني أنا هروح منطقة نائية هعمرها، هعمل فيها تنمية، هعمل فيها صرف، هعمل فيها مية، لكن مش هحط يافطة، مش هحط يافطه لحد، عظيم، ومش هقول ده، هنا انا بعدت عن السياسه، واخد بال حضرتك؟ دي النقطه. طيب، تحت مظله نقطتين اساسيتين تم طرحهما في اكثر من مناسبه كاهم نقطتين خلافيتين ما بين منظمات المجتمع المدني والحكومه، او بلاش خلافيتين، محل النقاش والبحث، مساله التمويل وحريه العمل، تمام. تحت النقطتين دول بيطرح السؤالين لحضرتك مشكورا اوجزت في طرحهما، ما الذي تريده الحكومة من منظمات المجتمع المدني وما الذي تريده منظمات المجتمع المدني من الحكومة أو الدولة بشكل أشمل؟ هو الحكومة لابد أنها تنظر للمجتمع المدني بداية على أنه شريك تنمية مع القطاع الخاص. لا يمكن أبدا أن احنا نعمل بصورة صحيحة كمجتمع مدني والحكومة لها نظرتين، النظرة الأولى أن ده منافس أو ناطط على شغلي، لا يمكن اقدر اشتغل كده، او ان الحكومه تنظر لي نظره ريبه. نظره الريبه دي كانت بعد ثوره 23 يوليو لما كان صدر القانون 384 سنه 56 وهو الاسوأ في تاريخ الجمعيات، بس الناس بتاعت الثوره بررت هذا، وتبريرهم الى حد ما مقبول ان احنا خارجين من ثوره وكانت اغلب الجمعيات جاليات اجنبيه واحنا ما نعرفش بيعملوا ايه في مصر. تكرما ذكرنا باهم ملامح القانون ده، ايه العوار اهم ملامح القانون؟ ان ما كانش اشهار الجمعيات متاح، لازم تقول انت هتشتغل في ايه الاول ويوافق لك على النشاط يا ما وافقش.
ان كان في سجن، ان في عقوبات سالبه للحريه كان بيتضمنها القانون، يعني اللي ياخد تمويل، اللي يشتغل في كذا، اللي يضم عشان اضم اعضاء، ياخد اذن. يعني كل خطوه ليا لازم ابعت استاذن الاول، اقول اعمل دي ولا هضم 10 افراد، اضم ولا ما اضمش. ده صدر صدر في توقيت ده المجلس العسكري 384 56 سنة 56. ده القانون ده قديم، ده 23 يوليو، بعد 23 يوليو. انا جه في ذهني ثورة يناير، انا بعتذر. لا يا فندم، انا دخلت، انت قلت بعد ثورة يناير. لا لا، بعد ثورة 23 يوليو. ده حضرتك كان رجال الثورة برروا ده بان ده كانوا عندهم جاليات اجنبية هي اللي عاملة الجامعات الاهلية، فكان لابد يحكم قبضة على المجتمع البدني. خفت القبضة مع القانون 32 لسنة 64، اتخففت اكتر مع القانون 84/2002. احنا النهاردة بصدد قانون، المفروض ان القانون كان يخفف القبضه تماما وتبدا يبقى في مناخ ثقه بين الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني. الحكومه حينما عندما تنظر المجتمع المدني لمؤسسات المجتمع انها شريك تنموي، شريك في التنميه، هيتغير الكلام وهيتغير النظر. يبقى الحكومه لابد ان تحدد مطالبها من المجتمع. القانون الاحدى ده صدر 2000 وكام؟ 2000 ده 19 2019. واعتقد ان هو برضو يعني لم يلقى قبولا واسعا. ده اللي قبليه. قانون 70 لسنة 2017. طيب. ده كان قانون يعني مانع، يعني كان تقريبا يعني هيبقى قانون صعب جدا وصعب التطبيق، ولذلك فخامة الرئيس في سنة 2018 في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ تحديدا دعا الى يعني اصدار قانون جديد عصري يواكب عمل اللي هو صدر في 2019 بعدها، ولم يتم العمل خالص قانون 70. ده كل المنظمات المجتمع المدني راضية عنه، الجامعات الاهلية. شوف حضرتك، هو القانون ما بيتكشفش ولا بيتعرف، ما هو الحوار الوطني بيطالب دلوقتي ببعض التعديلات هنتكلم فيها. القانون ما يتعرفش عواره غير بعد التطبيق، يعني احنا ما عرفناش عوار القانون 84 غير بعد ما 2002 غير بعد ما طبقناه. عرفنا ان ما كناش عارفين، كان ما كانش متفسر فيه النشاط السياسي. يعني ايه النشاط السياسي؟ كان القانون فيه مثلا حل الجمعيه لمخالفه الاداب العامه، لفظ مطاط جدا. ما هي الاداب العامه؟ يا تقصد بيها ايه؟ ما عندناش تفسير لهذا المفهوم. كان في حل الجمعيات بقرار اداري للاخطاء الجسيمه، ما هي الاخطاء الجسيمه؟ تقصد بيها ايه؟ كانت قضيه التمويل الاجنبي كانت قضيه كبيره، وبالتالي طبعا صدر بعد 25 يناير لان القانون ما كانش صارم ولا واضح فيها، كان يعني مش 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 صريح، وبالتالي كان القانون كان مساله التمويل الاجنبي ما كانتش صريحه في القانون، ده اسمه عوار في تطبيق القانون، ظهر في هذه الامور، هذه الامور سواء النشاط السياسي او التمويل الاجنبي او حل الجمعيات بقرار اداري، وبالتالي كان لابد من نظر وتعديل القانون. تمام. النهارده انا ما عنديش حل للجمعيات بقرار اداري، لازم حكم محكمه. تمام. يعني الجهه الاداريه اللي تروح المحكمه مش الجمعيه اللي تروح المحكمه. النهارده الجمعيات بتشهر بالقيد، يعني انا مجرد الاختار، ده جديد. كل دي امور تم تعديل. انا ما اقدرش احكم على القانون غير بعد التطبيق، يعني اطبقه. الجمعيات لسه مخلصت توفيق اوضاع في ابريل 23 ابريل، وبالتالي احنا عايز تقول ان احنا لسه بحاجه لوقت، بحاجه محتاجين وقت. هم بس الزملاء في الحوار الوطني عشان بس اغطي النقطه بالمره بيطالبوا في التعديلات في تفعيل القانون بشكل اللي هو المدد، مدد التمويل، المده في الاشهار، المده يعني كل المدد اللي بينص عليها القانون هي تلتزم بها الجهه الاداريه. عظيم. اتفضل. انا بعتذر لحضرتك لان الوقت مضى سريعا معك، وان كنا ان شاء الله يعني سنفتح هذا الموضوع لاحقا في اكثر من مناسبه، لكن اتمنى على حضرتك بس انه الاجابات تكون بايجاز. فضل. علشان الفكره تبقى. فضل. حضرتك مشكورا، اوضحت ان احد المشكلات التي تواجه منظمات المجتمع المدني حاله من حالات بين قوسين، الشك او الريبه من قبل الحكومه تجاهها. تمام. هل ده مرتبط تحديدا بمساله التمويل؟ ده واحده. ده واحدة. وإن في جمعية. طب إيه ليه هذا الشك أو تلك الريبة حاضرة؟ لأن هناك جمعيات سمت نفسها بعض الشركات اللي سمت نفسها شركات مدنية، التفت حول القانون 32 سنة 64، واللي هي جمعيات بتطلع نفسها حقوق إنسان وهي عبارة عن مكاتب محاماة، التفت حول القانون 32 الجمعيات واشتغلت شغل تاني وعملت مراكز حقوق انسان، وكانت على اتصال ببعض الجهات، بعضهم طبعا مش كلهم، ببعض الجهات المشبوهه، وكان وده بان في 25 يناير يعني، وشفنا اللي بيتقفل يعني واللي بيتشاف واللي اتقبض عليهم وكده، وكانت مشاكل يعني. والتمويل الخارجي مرفوض شكلا ومضمونا؟ لا لا بضوابط يعني منظمات متاح ان انا اتلقى مساعدتين. هقول لحضرتك منظمات مرخص لها بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه، اليونيسيف، اليونيدو، كل المنظمات مرخص لها بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه. هذه المنظمات الجمعيه تاخد وتخطر، تاخد منها فلوس وتخطر.
منظمات غير مرخص، عايز اخد من شركه بره، شركه الكترونيات مثلا، اي شركه الكترونيات من بره تبعت لي فلوس، يبقى باخد اذن الاول، لان الشركه دي قد تكون احد الشركات المشبوهه، وبالتالي باخد اذن عشان خاطر اخد تمويل. طيب اختم معك برضو بايجاز، اذا كان ده حال الدوله تجاه منظمات المجتمع المدني بشكل عكسي، ايه مشكله المنظمات المجتمع المدني؟ او ان المجتمع المدني طالب من الدوله انها تبص له على انها مش منظمات ربحيه، ما يقدروش يدفعوا كهرباء زي الشركات الاستثماريه، ما يقدروش يدفعوا ميه، ما يقدروش ياجروا زي الشركات الاستثماريه، محتاجين تمويل للدوله تساعد، محتاجين الوزارات تساعدهم، محتاجين حاجات. بصفه عامه احنا عايزين الدوله تجاوب على سؤال في الحوارات، ان هل تريد الدوله مجتمع مدني ام لا؟ بس ده اللي بيطرح ده السؤال، هل تريد الدوله مجتمع مدني ام لا؟ عشان بقاش المسألة الشكلية، وبعد كده نبدأ نتكلم بقى، نبدأ نفتح الحوار. سعدنا بيك يا باشمهندس، وإن شاء الله زي ما قلت لحضرتك لأنه الموضوع غاية في الأهمية، فإن شاء الله هيكون ليه مساحات أيضا في مناقشاتنا وحواراتنا الممتدة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا فندم. مهندس إيهاب مدحت، رئيس قطاع المعلومات بالاتحاد العام للجامعات الأهلية. شكرا فندم. شكرا. تكرموا بالبقاء معنا بعد لحظات قليلة، فقرة حوارية أخرى في هذه الحلقة. أشكرك شكرا.